السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الكاب الاتحاد الافريقي، وين يبعثر حسابات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وخاصة اتحادات شمال افريقيا، يعني بسبب نقولوا بلي بسبب البطولة الإفريقية للاعبين المحليين الشهر، وأين ستقام البطولة الإفريقية للاعبين المحليين الشهر 2024 في بداية عام 2025، إذ قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف إقامة مسابقة في 3 دول وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا من 1 إلى 28 فبراير 2025، وهذه النسخة كان من المفترض أن تقام في عام 2024، لكن الكاف فشل في إقناع مختلف الاتحادات بتنظيم الحدث ليجري ترحيله إلى بداية العام المقبل. وتم تأكيد البطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين للشهر 2024 ستقام في فترة من 1 إلى 28 فبراير 2025، وستشهد يعني رزمانة العام 2025 ضغط قوي مع هذا القرار نظرا لاستمرار تصفيات كأس العالم 2026، إضافة إلى تنظيم نهائيات كأس العالم للأندية في البطولة في الولايات المتحدة، كما ستعرف يعني نهاية العام المقبل تنظيم كأس أمم إفريقيا في المغرب، وقبلها ستكون منتخبات شمال إفريقيا المعنية بنهائيات كأس العرب والتي ستقام في قطر. ويعتبر قرار الكاف بتنظيم بطولة الشهر في بداية العام المقبل يعني بمثابة ورطة بالنسبة إلى الاتحادات شمال إفريقيا أساسا، إذ أن مختلف الدوريات انطلقت منذ فترة قصيرة ولم ترغب يعني معظم يعني الاتحادات توقف عن نشاط القار يعني قرابة شهر دون اعتبار يعني فترة تحضيرات للبطولة، حيث ساد الاعتقاد بأنه سيجري التخلي عن هذه المسابقة من أجل تخفيف الضغط على رزمانة المباريات الرسمية في عام 2025 والذي سيشهد الكثير من البطولات إضافة إلى المسابقات الأندية، بما أن بعض التسريبات تؤكد نية الاتحاد الإفريقي تنظيم بطولة أفريكان ليج يعني في بداية العام المقبل. صعب نقول لكم على بال شويه صعيبه يعني برمجه جهنميه كي تبقى تشوف غادي يلعبوا فيبري مول فيبري مارس كاين شامبيون كاين كوب دي موند كاليفيكاسيون كوب دي موند موراها كاين فاني كاين غادي يلعبوا موراها كاليفيكاسيون يلعبوا واقيلا في جوان، ومن بعد اللعابه يروحوا يلعبوا مع الانديه تاعهم في كاس العالم موراها، يعني كاش مباريات وديه المنتخبات ما كاش على بالك تطقطق من راسك. نورمالمون هذه تاع الشان ما كاش نورمالمون ما كاش صحيح، يعني ما سبحان الله هي الجزائر اللي طلعت لها الشنات تاعها، من بعد ما غاديش غادي يديروها في 3 دول يعني شهر كامل ديال شهر بريمير 28 بزاف على بالك. وستواجه يعني اتحادات تونس مصر والمغرب يعني والجزائر يعني ضغط يعني قوي نظرا الى المشاركات الترجي الرياضي والاهلي المصري والوداد البيضاوي في كاس العالم للانديه في شهر جوان القادم يعني 2025، وهذه الفرق ستحتاج الى فتره تحضير للبطوله، ما قد يفرض توقف النشاط المحلي في تونس مصر والمغرب، هذو اللي غادي يشاركوا كوب ديمون انديه تاعهم. وعلى الصعيد الاخر فان غياب عن البطوله قد يعرض الاتحادات الى عقوبات مثل ما حصل للمنتخب تونس والذي كان مستبعد عن المشاركه في الشهر اثر عقوبه من الكاف في عام 2020 بسبب الغياب عن الحدث والذي اقيم في الكاميرون، بعدما اتخذ الاتحاد تونس قرار بعدم المشاركه حينها بسبب ضغط المباريات كما عوقبت بغرامه ماليه. وسيتعين على مختلف الاتحادات اسراع في اتخاذ قرارات بخصوص رزنامة المباريات وكذلك التعامل مع الوضع الجديد عبر غياب عن المسابقة أو المشاركة بالمنتخب الثاني لتفادي عقوبات والتي قد
تسلط عليها. ويذكر أن البطولة الإفريقية للاعبين المحليين انطلقت في نسختها الأولى عام 2009، وقد نجحت منتخبات تونس 2011 وليبيا 2014 والمغرب 2018 2019 في التتويج باللقب، وقد توج المنتخب السنغال بآخر نسخة في الجزائر عام 2022. خاصة ولكن نتكلم على البطولات المحلية، يعني تشوف الجزائر يعني ما زلنا ما بديناش، شو ما زال ما بديناش، يعني ما رانا روطة الناس هي روطة لا سيروا طار صح رانا روح طار دروك انت وين تدي لعابه يروحوا يلعبوا بطوله محليه البطوله الافريقيه للاعبين المحليين غدوا ان شاء الله انديه جزائريه تنتقلك تقول لك انا ما نلعبش انا ديت لي انايا ايا دي سمك لامسي يا سيربي ما منتخب عندي لاعبين في البطوله الجزائريه. وصرات تاع الاديسات وقيده ولا شكون وين منتخب وطني اتحادية تاع 2023 اتحادية الوطنية اتحادية الجزائر كرة القدم وين دوموندات لعاب ولا زوج وقيلة من بارادو تاع بارادو رفضوا قال لك لا ما نعطيكمش لعابة ولا وخرج المانجير وهدرها وقال لهم ما رفضنا وما نمدوش لعابة تاعنا شو كيفاش وقال لك قانون معانا وما كاش اللي يعاقبنا وما كاش اللي يهدر معانا هذه صح هدروها كيما هكا غدوة إن شاء الله أنت يا الوداد راجع يعطيك لعابة أنت كي يعطيك لعابة وأنا تلعبها وكي يعطيك لعابة يلعب لك على الشامبيون هذو يلعبوا الشامبيون ما يلعبوش المانتيا ولا يلعبوا غدوة إن شاء الله ترجي التونسي النجم السيالي هذوك فانيك الأهلي الزمالك فانيك ما ينجموش يعطيك ما ينجموش يمدلك يقول لك أنا راني نلعب يقول لك أنا كيف خاسر أموال والشهرية تاع اللعابة بزاف كاين بزاف أمور اللي حنايا ما تبانا نورمال شام خويا علي وين ما نفهمش كيفاش الناس كيفاش تخممها ماشي سهلة شو بير سكيلاتشي تقله سكيلاتشي وين تاع 90 اللي دامير جوير وخسروا دومي فينال مع الارجنتين ماشي سهل اخويا هذه هي المنتخب هي كما نقولوا حنايا الانديه هي المضراره واللاعبين خاصه اللاعبين اللي الانديه تاعهم يشاركوا كوب دي موند كشامبيونز ليغ يضربوا البطوله يلعبوا على الجبهات يعني في الداخل يضرب لك على زوج جبهات البطوله والكاس يلعب لك على الدوري الافريقي ويلعب لك على الكوب دي موند ماشي سهلة هذي باش يكون على بالكم ماشي سهلة اخويا لازم يدير حساباته وهذا هنايا وين غادي يشوفوا بلي لهنا وين كاين اتحادات اللي غادي ربما يعني ينسحبوا من الاول ما يلعبلاش كيما دار تونس لعبت تصفيات ومن بعد حبست ومن بعد عاقبوها يعني غادي تحوس كيفاش تهرب من الاولى هذه هي ماهي سهلة ماهي سهلة كاين تخطيط وكاين بزاف صوالح وكاين خاطش علاه الاتحاد الافريقي ما نعرف لا خمولها ما خمولهاش قرولها ما قرولهاش ما نعرف
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا، وما تنساوش تفعيل الجرس.